طيب انا محاضره اليوم راح تكون ايش؟ راح تكون شوي مختلفه عن المحاضرات او المحاضره الماضيه. خلينا نكمل التولز اللي ضلوا المره الماضيه اساسا نقدر نبلش محاضره اليوم. يس. طيب احنا كنا نحكي المره الماضيه عن هذول التولز الموجودين بالموديفاي تولز، صح؟ هذول الموديفاي تولز اخذنا منهم الاين، موف، اوفست، روتيت، ميرور، سوري كوبي، ميرور، روتيت، وميرور تو درو ان اكسس، تريم، اكستند. وحكينا شو الفرق بينها وبين هذول التو تولز، وحكينا كمان شو الفرق بين السنجل اليمنت والمالتيبل اليمنت في الاكستند والتريم، اللي هم حكينا نفس التول بس واحدة تعطيني ability اخذ object واحد او الاوردر مرة واحدة، تعطيني ability اخذه على اكثر من object. array حكينا حنخليها المحاضرة هاي هي، والscale والpin unpin split with gap وsplit element. لو اخذنا هلا اي wall وحكينا انه اليوم اليوزر بده يمحي هذا الwall، فشو راح يعمل؟ حكينا delete اللي موجودة هون او de او delete على الكيبورد. هلا التول اللي بعدها اللي هي سبلت، سبلت شيء كثير سهل، انه اذا انا في عندي جدار واحد وهذا الجدار بدي افصله من مكان معين، متى بحتاج مثلا مثل هذه التول؟ اذا انا كنت مثلا جدار بين حمام ضيوف والليفنج اريا والدايننج اريا او غرفه الضيوف، فمثلا انا بدي اعمل سبلت علشان اعطي هذا الوول الموجود يمين السبلت ماتيريال ويسار السبلت ماتيريال ثاني، او اذا كان عندي جدار بريك وورك بيخلص بهذا المكان وعلى يمينه من هاي الجهه الثانيه حيبلش مثلا جدار دراي وول او جدار مثلا بريكاست كونكريت، يعني لما يختلف الفينش او لما يختلف السيستم تبع الجدار. اخذت سبلت اللي هي اس ال او اخذها من التولز الموجوده عندي بالبانلز، بعمل كليك عليها وبروح بعدين بعمل كليك على المكان اللي انا بدي اعمل فيه السبلت. بهالبساطة split with gap إذا أنا بدي إياها تعطيني groove أو gap في الجدار. once I click على هذا الجدار نفس الطريقة راح يعطيني ability إنه يطلع في عندي gap بهذا المكان. وإذا أخذنا split with gap أنا في عندي ability إن أنا أحدد كم الجاب اللي أنا بدي إياه، يمكن بدي إياه 50 mm، مثلا في عندي construction joint في الجدار أو في عندي expansion joint أو whatever، وأنا اضطريت أو groove مثلا see through groove، فأنا عندي ability إن أنا أعمل هاي السبلت وذ جاب. وفائدتها ان اذا انا مثلا بمسك جزء اللي هو عند الجاب وبزيد طول هذا الجزء حيزيد طول الجدار السوليد ويعمل شيفت للجاب اللي عم بطلع معي. فهي سبلت وذ جاب وسبلت الاليمنت.